الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقبل أن نعاود القراءة في العقيدة الوسطية، فالمبدأ الذي يعني بيننا في هذا المعهد هو مبدأ التناصح في دين الله عز وجل، فليس هناك أكثر من يعني نصيحة يلقيها يعني المشايخ فيتلقاها الطلبة، ويعني ذلك في غرض وهدف هو الأسمى في حياتنا هو مرضاة الله سبحانه وتعالى. فلذلك قد يحدث أحيانا مثلا بعض التقصير، قد يحدث أحيانا بعض النسيان، قد يحدث أحيانا بعض التأخير، قد يحدث أحيانا بعض يعني زي ما نسميه اللخبطة، فيبدأ بعض الناس يتضجر ويظهر الضجر والسخط والنقمة، ويبدأ يصل الأمر إلى ممكن الغيبة وإلى العياذ بالله إلى السب. فإحنا أصلا الأمر ما بيننا كله ما في يعني في مرضاة الله سبحانه وتعالى وليس أكثر من ذلك. فليس يعني الباب الذي يسلك أو يعني يصار فيه إلى الله سبحانه وتعالى لا يتحول هذا الباب إلى غضب الله سبحانه وتعالى. ده الشيخ بيتأخر يبقى الشيخ ده بيتدلع، الشيخ ده مش عارف نسي يجيب كذا أو نسي يعمل كذا أو تأخر في كذا، يبقى ده الناس دي يعني بتهزر، الناس دي بتهرج، الناس دي سبحان الله. هذا يعني دخلنا في باب الغيبة والسب والقذف، وسبحان الله يعني هذا باب معصية، والعلماء عدوا باب الغيبة من الكبائر. فلذلك فأنا عشان أكون باجي أحضر في طلب العلم وفي مرضات الله سبحانه وتعالى وبأسلك طريق إلى الله سبحانه وتعالى يقربني إلى الله، فهذا الطريق يتحول ما بين عشية وضحاها إلى غضب علي وسخط، ويعني إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، العبد يتكلم بالكلمة لا يلقي لهذه الكلمة بالا، يتريق على بعض إخواني الذين معاي مثلا في المعهد أو يسخر منهم أو يتكبر عليهم أو يعني يغتاب المدرس أو الشيخ الذي يلقي الدرس. فباب النصيحة مفتوح وباب الاقتراحات مطروح، وليس هناك عمل في الدنيا إلا وفيه نقص، وأعمال أهل الدنيا كلها يعني فيه نقص. فلذلك المصيبة أن هذا النقص يتحول إلى طب خلاص يعني ما منش جاي تاني، الناس دي بتهزر والناس دي بتدلع والناس دي بتسيء سبحان الله، يبقى أنا أغلقت باب الخير الذي أمامي بسبب وسواسة شيطان ونزغ شيطان. فهذا قد يحدث أحيانا بعض النسيان، بعض التأخير، بعض السهو، بعض فعلا عدم انتظام الأمور أيا كان السبب، ولكن أنت تتعامل مع بشر، وبشر متطوعون يحاولون أنهم يعني يواصلوا العمل بقدر طاقتهم ويعني بقدر إرضاء الله سبحانه وتعالى المتاح يعني بين أيديه. فعشان يتحول هذا الباب إلى غيبة ونميمة وسب وقذف وانتقاد ليس من غرضه النصح ولكن مجرد الانتقاد. في بعض الشخصيات تعودت على الانتقاد من أجل الانتقاد، فهذا يعني يغير في الشخصية. أنا جاي هنا المعهد عشان أتغير مش عشان أتعلم العلم الشرعي بس، هذا العلم الشرعي لو لم يكن طريق إلى الجنة فليس يعني هناك حاجة إليه، ولو لم يكن طريق إلى تغيير السلوك وتغيير الطباع الشخصية فليس هناك يعني هدف منه. أنا مش جاي أحفظ وأقرأ وأتعلم وامتحن وينتهي الأمر على ذلك، لا، أنا جاي هنا عشان أرضي الله سبحانه وتعالى. أول خطوات إرضاء الله سبحانه وتعالى إن أنا أغير من نفسي، أغير من نفسي، أغير من نفسي في العقيدة، أغير من نفسي في السلوك، أغير من نفسي في بعض الأخطاء التي تحدث في الفقه، أغير من نفسي في تلقي بعض الآداب، أغير من نفسي أن أنا أنظر إلى إخواني فتأسى بهم في الخير وفي الهمة العالية وفي حسن الخلق. ما جيش بقى المعهد هنا أنسى كل هذه القيم عشان بس قاعد انتقد زي ما انا بعمل في الدنيا، وزي ما اكون قاعد بالظبط اتفرج على ماتش كوره بره، وزي ما اكون قاعد بالظبط في الشغل وبغتاب المدير بتاعي بالظبط وبنم عليه وبتكلم في كل من حولي، اجي اعمل نفس هذا السلوك في المسجد. طب سبحان الله، يعني اي تغيير في ذلك واي خير يرجى في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم ويعني قد اوحي اليه بليله القدر، فتلاحى رجلان اختلفا
فأنسي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر، ورفع الله عز وجل يعني إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بتحديد ليلة القدر بشؤم اختلاف هذين الرجلين. طيب يبقى سبحان الله، يعني لما نجي إلى هذا المعهد وإلى هذا المسجد ثم أحدث بؤرة اختلاف لعلك تلقي بالكلمة، تجعل بعض الناس يقول لك أه والله تصدق ده الناس دي مش منتظمة، والناس دي مش أمينة على الدين، والناس دي كذا، والناس دي بتدلع، والناس دي كذا، وكل هذه الكلمات اللي احنا للأسف يعني بتسمع أحيانا. فلما واحد يسمع منك هذه الكلمة لعله لا يأتي إلى المسجد مرة أخرى، يقول لك أه والله تصدق ده الناس دي بتهزر، الناس دي بتهرج، أنا مش جاي هنا تاني، ويبدأ فعلا هو يترك المعهد ويترك بعد ذلك طريق الالتزام، ويبدأ يفرط فيه الفرائض بسبب كلمة أنت ألقيتها ولم تلقي لها بال. طب الراجل ده هيبقى في مذنب مين بعد ما كان بيجي يحضر فيه يعني طلب علم، ويحاول ان هو يغير من نفسه، ولعله يتلقى كلمه يغير بها شيء في نفسه ويغير بها من من حوله، واذ بك بسبب كلمه تغير هذا الرجل ان هو يترك اصلا طريق الالتزام خالص، وانت مش قصدك، انت بتقول كلمه لا تلقي لها بالا، مش عامل لها اي حساب. فلماذا يعني يصل بنا الامر الى هذه الدرجه؟ وهذا يعني للاسف مما يعني ينبغي ان احنا نحاول ان احنا ان طبعا بعض الناس هيسمع الكلام دلوقتي يقول لك ايه او مين بقى اللي راح بلغ الشيخ، ومين اللي قال وشوف برضو الشيطان هيوسوس ليه ويوصل الى امر الايه ان هو اهم حاجه يعرف، وهو كله في بعض الناس يعني مش مهم عنده ان هو ينتصح بالنصيحه، لا المهم ان هو الشيطان ياتي ويذهب بلب هذه النصيحه بعيدا عن قلبه وعقله، وليحاول ان هو مين اللي قال له طب وليه شفت بقى دي هم بيروحوا يا عم ينقلوا للمشايخ وبيقولوا كذا وبينموا. لا سبحان الله، احنا لا نسمي احدا، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما بال اقوام يفعلون كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هديه ان يفعل هذه الطريقه، اذا ما علم خطا او نقل له خطا لا يسمي الناس حتى لا يعني يفضحهم، ولكن يسمي الخطا وينتقد الخطا حتى يتعلم منه بقيه الناس ان هذا الفعل خطا، وحتى ينزجر من اخطا بهذا الخطا فلا يقع في هذا الخطا مره اخرى. فيعني هذا قبل ان او قبل ان نعاود فيه قراءه العقيده الوسطيه لشيخ الاسلام ابن تيميه. ووصلنا الى قول المصنف وفي باب اسماء الايمان والدين بين الحروريه والمعتزله، لما ذكر وسطيه اهل السنه والجماعه بين الفرق، فقال وفي باب اسماء الايمان والدين بين الحروريه والمعتزله وبين المرجئه والجهميه. فاهل السنه والجماعه وسط في اسماء الايمان، وهي مساله المسمى الذي يطلق على العبد، هل هو مسلم، هل هو فاسق، هل هو كافر، هذا يطلق على يعني هذا ما يراد به اسماء الايمان. فوسط بين الحروريه، وهم فرقة من الفرق التي تنسب يعني أو يقال عليها الخوارج، وهي فرقة من الفرق كفروا يعني علي وعثمان رضي الله عنهما وأصحاب الجمل، ورفضوا التحكيم بين الصحابة وقالوا لا حكم إلا لله سبحانه وتعالى. هؤلاء الحرورية يكفرون بالمعاصي ويجيبون الخروج على الإمام المسلمين وجماعتهم إذا ما كان هناك ظلم أو جور يوجب. فأهل السنة والجماعة وسط بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. الحرورية والمعتزلة أو الخوارج والمعتزلة يسمون صاحب المعصية في الدنيا أنه لا يستحق الإيمان، مش لا يستحق كلمة الإيمان، صاحب المعصية أو الكبيرة في الدنيا لا يطلق عليه مؤمن. اللي اختلفت الخوارج فسمونه كافرا، وده مكتوب في الكتاب، الخوارج يسمونه كافرا ويستحلون دمه وماله. المعتزلة قالوا لا، إن مرتكب الكبيرة في الدنيا خرج من الإيمان ولم يدخل فيه الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، فهو في منزلة بين المنزلتين. وبعضهم أطلقها هكذا، وبعضهم قال هو فاسق، فجعلوا الفسق منزلة بين الكفر وبين الإيمان. واتفق الفريقين أو اتفق الفريقان اللي هم الخوارج والمعتزلة على أن من مات مصرا على الكبيرة ولم يتب منها فهو مخلد في النار. يبقى الخوارج والمعتزلة اختلفوا في أشياء واتفقوا في أشياء، أجملها وذكرها باختصار الشيخ خراس فقال فوقع الاتفاق بينهما في أمرين. أول شيء الاتفاق ما بين مين؟ ما بين الخوارج والمعتزل، أولا نفي الإيمان عن مرتكب الكبير،
يبقى الخوارج والمعتزلة عندهم لا يطلقون المؤمن أو الإيمان على مرتكب الكبيرة. وثانيا أنهم اتفقوا أيضا في خلود صاحب الكبيرة أو مرتكب الكبيرة في النار في الآخرة. يبقى وقع ما بينهم اتفاق في الدنيا واتفاق في الآخرة. الاتفاق في الدنيا اللي هو إيه؟ نفي الإيمان عنه. الاتفاق في الآخرة أن هو يخلد في النار. ثم وقع الخلاف بينهما أيضا في موضعين. أول شيء تسميته كافرة، الخوارج يسمونه إيه؟ كافر. المعتزلة يسمونه فاسق أو يضعونه في منزلة بين المنزلتين. الشيء الثاني بناء على تكفير الخوارج لهذا العبد المرتكب للكبيرة استحلوا دمه وماله، وهذا حكم دنيوي. المعتزلة لا يستحلون ماله ودمه لأنهم يقولون هو في منزلة بين المنزلتين. يبقى أهل السنة وسط ما بين طبيعة أو قول الخوارج والمعتزلة مع بعض وما بين القول الثاني الذي هو للمرجئة والجهمية. طب المرجئة والجهمية قالوا إيه؟ قالوا أنه لا يضر مع الإيمان معصية. والله لو ارتكب أي معصية وأي فسق وأي أعمال من الكبائر وأي أعمال يطلق عليها أعمال كفر وأي وأي، كل ده كله لا يضر مع الإيمان معصية. فمرتكب الكبيرة عندهم إنسان زاني، فاسق، سارق، قاتل، أيا كانت هذه الكبيرة هو عندهم مؤمن كامل الإيمان، هو مؤمن كامل الإيمان، وعندهم لا يستحق دخول النار أصلا. يبقى هو في الدنيا مؤمن كامل الإيمان وفي الآخرة لا يستحق دخول النار تماما مهما فعل من الكبائر. فمذهب أهل السنة بقى وسط ما بين الاثنين إزاي؟ قال وسط بين هذين المذهبين، فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن ولكن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، لأنه مؤمن بأصل الإيمان الذي معه أنه يشهد أن لا إله إلا الله ويقر بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشهد بواجبات الإسلام ويقر بأركان الإسلام كلها، فهذا مؤمن، ولكن ناقص إيمانه لما ارتكب الكبيرة. يبقى لما يكون واحد فاسق أو واحد مرتكب لكبيرة أو مصر لكبيرة هذا أصل الإيمان معه ولكنه نقص إيمانه بارتكابه لهذه الكبيرة، ولا ينفون عنه الإيمان أصلا كالخوارج والمعتزلة، وفي نفس الوقت لا يقولون بقول المرجئة والجهمية بأنه كامل الإيمان ولا يضر مع الإيمان معصية. وحكمه في الآخرة أنه قد يعفو الله عز وجل عنه، هذا الرجل صاحب الكبيرة قد يعفو الله سبحانه وتعالى عنه في الآخرة حتى من غير توبة، لعل له أعمال مكفرات، لعل له أعمال صالحة يعني زادت عن هذه الكبيرة، لعل بصلاة الجنازة كفر الله سبحانه وتعالى عنه، لعل بتمحيص بعض الأمراض أو الابتلاءات في الدنيا كفر الله سبحانه وتعالى عنه. فحكمه في الآخرة أنه قد يعفو الله عز وجل عنه فيدخل الجنة ابتداء، وقد يعفو الله عز وجل عن هذا العبد فيدخل الجنة حتى مع كبيرته أو يعذبه بقدر معصيته، دي في مشيئة الله عز وجل. طب احنا نقدر نحدد هل هيعفو الله عز وجل عن هذا الشخص او انه يعذب بقدر معصيته؟ هذا شيء الهي، هذا شيء الهي بيد الله سبحانه وتعالى، نستطيع ان نتألى على الله عز وجل وندخل فيه. فلعل الله سبحانه وتعالى هذا الانسان صاحب الكبيرة والذي معه اصل الايمان اصلا ويشهد ان لا اله الا الله ويقر بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل النار فيعذب ويمحص ثم يخرج بعد ذلك بأصل شهادة التوحيد التي معه. والحقيقة أن سبب اختلاف يعني الفرق في مسمى الإيمان، هل هو فاسق، هل هو كافر، هل هو مؤمن ناقص الإيمان، هل هو مؤمن كامل الإيمان، يرجع إلى ثلاثة نقاط، ودي في غاية الأهمية أن أنت تؤصل مذهب أهل السنة والجماعة في هذه النقاط الثلاث عشان تعرف لماذا اختلفت الفرق الأخرى مع أهل السنة والجماعة وذهبت إلى هذه المناحي الباطلة. فأولا الأصل الأول عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتجزأ ويتبعض، أن الإيمان يتجزأ ويتبعض، وقد يذهب بعضه ويبقى بعضه، ده الأصل الأول، وهذا أصل مهم عند أهل السنة والجماعة. الأصول اللي احنا بنقولها دي كلها لا تقول بها فرق المعتزلة والخوارج، لا، ولا المرجئة ولا الجهمية، كل الفرق لا تقول بهذا أو لا تقول بهذا الكلام. يبقى أول شيء، أول أصل عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتجزأ ويتبعض، ويعني قد يذهب بعض الإيمان ويبقى بعض الإيمان. الشيء الثاني أن الإيمان يزيد وينقص،
ويتفاضل أهله فيه. ليس كل المؤمنين بدرجة واحدة، الإيمان يزيد وينقص. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى والذين اهتدوا إيه؟ زادهم هدى وآتاهم تقوى. فزادهم الله سبحانه وتعالى هدى وإيمانا بأعمالهم الصالحة. والقاعدة الثالثة أو الأصل الثالث أن المؤمن قد يجتمع فيه كفر وإيمان. المؤمن قد يجتمع فيه كفر وإيمان، فالمعاصي من شعب الكفر، كما أن الطاعات من شعب الإيمان. الأصل الثالث أن المؤمن قد تجتمع فيه أو قد يجتمع فيه كفر وإيمان، وذلك لأن المعاصي هي من شعب الكفر كما أن الطاعات هي من شعب الإيمان. ودل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 60 وفي رواية 70 شعبة. يعني الإيمان ليس كله درجة واحدة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، هذا أصل الإيمان الذي ينبغي أن يظل مع العبد حتى يحافظ على أصل الإيمان. بقية الشعب أدناها إماطة الأذى عن الطريق، ويعني إماطة الأذى عن الطريق هذا الذي أقل أعمال الإسلام، هو شعبة من شعب الإيمان، طاعة من الطاعات. طيب العبد الذي يأخذ بهذه الشعب مع أصل الإيمان الذي هو لا إله إلا الله يأخذ 30 شعبة. واحد بيحافظ على الصلوات الفرائض ويأتي معها بالنوافل ويصوم ويتصدق ويسلم على الناس ويبر والديه ويصل الأرحام، هل هذا سيكون إيمانه كالعبد الذي آمن واكتفى مثلا بأداء فريضة الصلاة فقط ولا يتصدق ولا يعني يصل رحمه ولا يبر والديه ولا يتنفل ولا؟ طبعا هذه شعب كلها للإيمان تختلف، فيتفاضل أهل الإيمان بناء على هذه الشعب ما بين المؤمن الأعلى إيمانا والأقل إيمان. ولذلك أيضا لا يعقل أن يكون مثلا أبو بكر وعمر والخلفاء الأربعة والعشرة المبشرون بالجنة إيمانهم كإيمان يعني من تبعهم من القرون التي بعدها، وهذا شيء وارد ويعني وصحيح ومتواتر في قول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني. طب خير القرون قرني هذا يدل على تفاضل أهل الإيمان، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يدل على أن أهل الإيمان ليسوا كلهم على سواء، وأن خير القرون وأفضل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباع القرن الأول، ثم يليهم في الدرجة القرن الثاني، ثم يليهم في الدرجة القرن الثالث، وهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا ثلاثة أصول تفرعت منها للأسف هذه البدع التي خالف فيها أهل البدع والضلال أهل السنة والجماعة. فلذلك الأصل الأول زي ما احنا قلنا ايه؟ عبد يقول لنا تاني كده الأصل الأول ايه؟ أن الإيمان يتجزأ، الإيمان يتجزأ ويتباعد. الأصل الثاني أن الإيمان يزيد وينقص. الأصل الثالث المؤمن قد يجتمع فيه إيمان وكفر. دول الأصول الثلاثة التي لا يقول بها المعتزلة ولا الخوارج ولا المرجئة ولا الجهمية، هم يجعلون الإيمان شيء واحد، إذا ذهب جزء منه ذهب كله. ولذلك طب إزاي الخوارج بيخلوا جزء واحد والمعتزلة جزء واحد وبرضو الجهمية؟ لأن الجهمية والمرجئة عندهم أيضا الإيمان جزء واحد لا يتبعض، ولذلك هم قالوا لا يضر مع الإيمان معصية. والخوارج والمعتزلة أيضا أصحاب التكفير جعلوا ذلك أيضا، قالوا والله الإيمان برضو جزء واحد لو تلوث بكبيرة يبقى خلاص هيبطل. فالمرجئة عندهم نفس الأصل ولكن تفرعوا لقول، والخوارج عندهم نفس الأصل ولكن تفرعوا لقول آخر. النقطة دي مفهومة كده؟ طيب هنفصل بقى بعض الشيء في مسألة الخوارج، وده اللي احنا كنا وقفنا عنده المرة السابقة، خاصة يعني مع كثرة الحديث عن يعني الخوارج في هذا الوقت وفي هذه الأزمنة، فإحنا محتاجين نعرف الخوارج، ولعل إن شاء الله يكون المرة الجاية إن شاء الله نفرع الكلام على الرافضة والشيعة في قول المصنف في أصحاب رسول الله بين الرافضة والخوارج. الخوارج الأصل فيهم أنهم فرقة كبيرة من فرق الاعتقادية والتي خالفت أهل السنة والجماعة في كثير من مسائل الاعتقاد. فرقة كبيرة ظهرت نتيجة حركة ثورية، ظهرت نتيجة حركة ثورية، ثوار خرجوا على الصحابة وعلى الخلافة وعلى الإمامة فأنشأوا هذه الفرقة. هنتكلم بقى يعني بدايتهم هل خروج على علي ولا عثمان رضي الله عنه. الخوارج في الحقيقة ليس لهم كتب الآن متوفرة وموفورة
نستطيع ان احنا ننقل منها معتقداتهم غير المعتزلة مثلا وغير الاشاعرة، ليس لهم كتب محددة. ولذلك لعل الوحيدون الذين يمثلونهم في هذا الزمان وعندهم يعني نفس خارجي كبير هم الإباضية، فرقة الإباضية، وهؤلاء الذين تبقى عندهم كتب يدرسونها ويدرسون فيها مذهبهم، ودول أقرب فرقة في هذا الوقت للخوارج. الخوارج ترجع إلى يعني كلمة أصلها من كلمة خرجة، والخوارج جمع خارج، وسموا بالخوارج لخروجهم على الإمام علي رضي الله عنه، وقيل لخروجهم على الناس أو على الدين. يعني لماذا سموا بالخوارج؟ أرجع البعض أنهم سموا بالخوارج لخروجهم على علي رضي الله عنه. بعض العلماء قال لا، اسمهم الخوارج لأنهم خرجوا على الناس، قاتلوا الناس. وبعض الناس قال لا، خرجوا عن الدين. عرف الخوارج فقال: كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه. كل من خرج على الإمام الحق، وخلي بالك حط تحت الإمام الحق دي 100 كلمة 100 خط، الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا. سواء كان الخروج أيام الصحابة أو كان بعدهم في التابعين أو على الأئمة في كل زمان. تاني تعريف الشهرستاني قال: كل من خرج على الإمام الحق. طب يعني إيه كل من خرج على الإمام الحق؟ كل من خرج على الإمام الحق ده الإمام الذي تولى الإمامة بطريقة شرعية، الذي تولى الإمامة بطريقة شرعية، والذي كان إماما يقيم الشرع حتى يطلق عليه أصلا إمام. فكل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة، وهذه وسيلة في إقامة الإمامة الحق، أن تتفق عليه الجماعة ويتفق عليه الناس، أو على الأقل يتفق عليه أهل الحل والعقد، يسمى خارجيا. طيب الكلمة دي برضو من الشهرستاني رحمه الله تعالى هتجعل عندنا في اضطراب شوية في التعريف. ليه؟ لأن احنا عندنا الخروج على عدة أصناف. الخروج على الإمام على عدة أصناف. أول شيء خروج على الإمام لأنه ترك السنة وظهر منه الجو ولم يقم شرع الله عز وجل، يعني وهذا يمثل له بخروج الحسين ابن علي رضي الله عنه على يزيد بن معاوية. فالحسين خرج على يزيد بن معاوية لما رأى المخالفات التي وقع فيها يزيد بن معاوية. فعلى هذا التعريف من الشهرستاني هنطلق على الحسين خارج، وهذا خطأ. كذلك أيضا هناك نوع خروج آخر على الإمام والولي الحق، ولكن بتأويل سائغ، بتأويل سائغ يقره الكتاب والسنة، يقره الكتاب والسنة. وهذا ما كان من أصحاب يعني ما حدث بين أصحاب الجمل وفي معركة صفين، لما خرج بعض الصحابة على علي رضي الله عنه، وكان فيهم بعض الصحابة. ولذلك لو قلنا بالتعريف بتاع الشهرستاني ان كل من خرج على الامام يكون خارجيا، لاوقعنا طلحة والزبير رضي الله عنهما لما خرجوا على علي في انهم خوارج، وهذا ايضا باطل. ولذلك خرج يعني اصحاب الجمل على علي رضي الله عنه يطالبون بالقصاص من عثمان، من دم عثمان او لدم عثمان. فهؤلاء خرجوا بتأويل سائغ، هؤلاء خرجوا بتأويل يسوغ وتأويل يتحمله الكتاب والسنة، ولم يخرجوا لنشر معتقد خاص أو لفكر عقدي. وكذلك هناك نوع آخر من الخروج، من خرج لطلب الملك، وهذا يذم. وهذا في الحقيقة هؤلاء يسمون بغاة، من خرج لطلب الملك نازع إماما أو نازع خليفة أو نازع رئيسا مجرد لطلب الملك ولطلب الدنيا، هذا يسمى أو هؤلاء يسموا بغاة، ولهم حكم في القتال ويقاتلوا، ولكن لهم أحكام خاصة في القتال. هؤلاء البغاة ذكر كثير من يعني صورهم في التاريخ الإسلامي، وغالب مراحل سقوط الخلافات الإسلامية كانت بسبب كثرة البغاة والتقاتل ما بين المسلمين. يحدث خروج بعض الناس
لإزالة ملك أو لإزالة سلطان أو لإزالة خليفة أو لإزالة إمام، يحدث التقاتل في أثناء طبعا الدول الإسلامية بتتعرض لها لأخطار خارجية عديدة وأخطار داخلية أيضا من الخونة من الشيعة ومن الروافد وغير ذلك، فده يبدأ بعد ذلك سقوط الدول الإسلامية. ولذلك المتتبع مثلا لتاريخ الخلافة الإسلامية في الأندلس يجد أن من أهم أسباب سقوط الخلافة الإسلامية في الأندلس كثرة التقاتل وكثرة التنازع على الملك. فلذلك فالخروج طلب الملك مذموم ذم شديد، لأنه يؤدي إلى ضعف الخلافة الإسلامية وسقوط الدول الإسلامية لا محالة. الشيء الرابع وهو لعل الذي قصده الشهرستاني رحمه الله تعالى، هو من خرج على الإمام وعلى الجماعة المسلمة للدعوة إلى معتقدات خاصة تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا هو الذي يطلق عليه في الحقيقة خارجي. الأول والثاني والثالث يطلق عليهم خارجي، يعني ممكن اصطلاحا ولكن ليس شرعا، لأنه خرج على الإمام ولكن منه خروج على حق، كما كان بتأويل سائغ من يعني بعض الصحابة أو بتأويل يتحمله الكتاب والسنة، كما حدث من الحسين وخرج على يزيد رضي الله عنه، أو رضي الله عن الحسين ورحم الله الجميع. فلذلك من خرج على الإمام الحق وعلى الجماعة المسلمة التي بايعت هذا الإمام الحق ودعا إلى معتقدات خاصة ليتبعها الناس، هؤلاء هم الذين يطلق عليهم الخوارج حقيقة. وهؤلاء الذين وردت النصوص بذمهم ذم شديد، وردت النصوص بذمهم ذما شديدا، لأن خطرهم عظيم على الأمة، خطر شديد من هؤلاء الذين يخرجون ويقاتلون ويحملون السيف ثم يدعون إلى معتقدات خاصة تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هؤلاء الخوارج الذين يخرجون للدعاء إلى معتقدات خاصة، قال رحمه الله تعالى: قد اتفقت الأمة على قتالهم أو على قتال هؤلاء، فهؤلاء يقاتلون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم. اتفقت الأمة على قتال الخوارج الذين يخرجون بهذه الصفة اللي احنا هنذكر بعد قليل صفاتهم ويعني الأشياء التي يتميزون بها. طيب يبقى احنا ممكن نعرف تعريف يكون أضبط شوية من تعريف الشهرستاني رحمه الله تعالى. حد يقول لنا كده التعريف تاني اللي احنا قلناه بتاع الشهرستاني؟ كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه إيه؟ الجماعة يسمى خارجي، سواء كان الخروج أيام الصحابة أو في عصر الصحابة أو في التابعين أو من بعدهم من الأئمة في كل زمن. ابن حزم رحمه الله تعالى أضاف إضافة تضبط التعريف بعض الشيء، فقال بأن اسم الخارجي يلحق كل من أشبه الخارجين على الإمام عليه أو شاركهم في آرائهم. كل من خرج على الإمام عليه أو شاركهم في آرائهم في أي زمان. فقال رحمه الله تعالى: من وافق الخوارج من إنكار التحكيم، والمقصود بالتحكيم الذي كان بين الصحابة لما يعني قابل علي رضي الله عنه بالتحكيم مع معاوية، من وافق الخوارج من إنكار التحكيم والقول بالخروج على الأئمة أئمة الجور، وأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار، وأن الإمامة جائزة في غير قريش، فهو خارجي. تاني التعريف ده: من وافق الخوارج على إنكار التحكيم أو المحكمة، يطلق عليها التحكيم أو المحكمة، والقول بالخروج على أئمة الجور، لأن هنذكر الآن أن الخوارج يجيبون الخروج على أئمة الظلم، وهذا مختلف يعني هم يختلفون فيه عن أهل السنة والجماعة. أئمة الجور والظلم بخلاف أئمة الكفر إمام الجور الذي يظهر منه بعض الجور في الأموال
في بعض الأشياء الخدمية، في بعض الظلم، في بعض القتل، في بعض الظلم، في كل هذا يطلق عليه أئمة الجور، وهذا بخلاف الإمام الذي لا يطبق أصلا الشريعة، أو يظهر منه كفر بواح، أو يأمر الناس بترك الشريعة، أو يأمر الناس بترك الفرائض، أو يأمر الناس بترك شعائر الإسلام الظاهرة، أو يأمر بيعني شيء يخالف الدين مخالفة واضحة. فالخوارج يوجبون الخروج على أئمة الجور، وهذه علامة مميزة تاريخية لكل الخوارج على مر العصور بكل أنواعهم وكل فرقهم. فقال: من وافق الخوارج على إنكار التحكيم والقول بالخروج على أئمة الجور وأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار، وأن الإمامة جائزة في غير قريش، وأهل السنة والجماعة متفقون على وجوب الإمامة العظمى أن تكون في قريش، هذا اتفاق، وهذا بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الإمامة في قريش، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن وافق هؤلاء في هذه الأشياء فهو خارجي، وإن خالفهم فيما ذكرنا فليس بخارجي، وإن خالفهم فيما ذكرنا فليس بخارجي. ليه؟ لأن الخوارج على مر العصور لهم معتقدات أخرى هنذكرها في تأويل الأسماء والصفات، وفي يعني إنكار رؤية الله سبحانه وتعالى. الأهم والذي يثبت أن هؤلاء خوارج ولا لا، اجتماع هذه الصفات الأولى اللي احنا بنذكرها الآن. حد يذكر لنا تاني كده، يقول لنا تاني كده الصفات دي. من وافق الخوارج على ايه؟ أول حاجة إنكار التحكيم الذي كان بين علي ومعاوية، وأن هذا لم يكن يعني بحكم الله عز وجل، وأن هذا مخالف لدين الله عز وجل. الشيء الثاني القول بوجوب الخروج على أئمة الجور. الثالث جواز الإمامة في غير قريش. الرابع أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار. ولذلك تعريف ابن حزم هذا أضبط من تعريف الشهرستاني. ولذلك بعض العلماء ذكر أيضا تعريف آخر يجمع ما بين تعريف الشهرستاني وتعريف ابن حزم، فقال: كل من خرج على الإمام وعلى الإمام وعلى الجماعة المسلمة بالسيف، حط دي تحتها برضو 330 خط، كل من خرج على الإمام وعلى الجماعة المسلمة بالسيف بالقتال للدعاء إلى معتقده، خروج للدعاء إلى عقيدة، إلى أفكار عقدية، وكان خروجه نابعا من مخالفة الأصول في الشريعة، يخرج لأنه ينكر على جماعة المسلمين أو على إمام المسلمين أصول في الشريعة وفي العقيدة. كل من خرج، ده كله نعيد التعريفات دي عشان تكتب وتحفظ بدقة. كل من خرج على الإمام وعلى الجماعة المسلمة بالسيف للدعاء إلى معتقده، وكان خروجه نابعا من مخالفة الأصول في الشريعة، وكان خروجه نابعا من مخالفة الأصول في الشريعة. طيب متى بدأت نزعة الخوارج أو ظهور فرقة الخوارج؟ وهذه في الحقيقة تعتبر من أول الفرق ومن أول البدع التي خرجت في الأمة الإسلامية. العلماء اختلفوا في ذلك على عدة أقوال، أهم هذه الأقوال اللي هنذكرها، فيه أقوال باطلة سنعرض عنها، أهم هذه الأقوال ما ذكر أن بداية ظهور الخوارج ونزعة الخوارج كانت من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هذا على يد رجل يسمى ذو الخويصرة، عبد الله ابن ذو الخويصرة، هذا اعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، وقيل بعد إرسال علي رضي الله عنه بعض الأموال للرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذو الخويصرة هذا وقال: اتق الله يا محمد، لما وزع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته، اتق الله يا محمد. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حاشاه يعني بيوزع على
بهواه ويخالف يعني العدل في هذه القسمة. أيأمنني على أهل الأرض، يعني يأمنني الله سبحانه وتعالى على أهل الأرض ولا تأمنونني؟ يستنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، يعني الله سبحانه وتعالى استأمنني أن أكون أمينا له على الوحي، ثم تأتي أنت ولا تستأمني على توزيع بعض الأموال في الدنيا. ثم أدبر الرجل، ولا هذا الرجل، فاستأذن رجل من القوم النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال لما أدبر هذا الرجل إن من ضئضئ، يعني من أصل هذا الرجل، يخرج قوم أو يظهر قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لئن أدركت هؤلاء الذين هذه هي صفاتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث: فهذا أول خارجي في الإسلام وأقبحهم. على مين؟ على ذي الخويصر. وقال الأجوري رحمه الله تعالى: أول الخوارج كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم بعد ذلك خرجوا من بلدان شتى. ده القول الأول. فضل ليه؟ يخرج من ضد هذا الرجل قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. القول الثاني لابن كثير رحمه الله تعالى ولابن أبي العز الحنفي شارح العقيدة الطحوية أن نشأة الخوارج كانت في عهد عثمان رضي الله عنه، القول الثالث وهؤلاء خرجوا على عثمان لما يعني ظنوا أو حدثت الفتنة، وظن البعض يعني أن عثمان وقع في بعض الأخطاء والمخالفات التي خالف فيها سيرة الخليفتين من قبله، فخرج عبد الله بن سبأ ودعا إلى هذه الفتنة وإلى الخروج على عثمان، ولكن في الحقيقة أن هؤلاء بعد ما خرجوا على عثمان وقتلوه رضي الله عنه لم يظهر لهم أثر، وتفرقوا في البلدان، يعني لم يظهر لهم اجتماع معين بعد ذلك، هم تفرقوا بعد ذلك. والقول الثالث وهو عليه أكثر العلماء ولعل هذا أرجح الأقوال، هو القول الثالث أنهم بدأوا مع خروجهم على علي بعد قضية التحكيم، ولعل هذا يعني أقوى الأقوال وأرجحه عليه أكثر العلماء، وذلك لأنهم لما خرجوا على علي كان لهم أثر فكري ومعتقدات محددة ظلت معهم لفترة، وبعد أن قتلوا حتى في معركة النهروان تفرقوا وظلت لهم بقايا تحاول إحياء هذه الأفكار كل فترة، فلذلك لعل بداية مسمى الخوارج الحقيقي مع علي رضي الله عنه أو مع فتنة علي رضي الله عنه. الخوارج لهم عدة أسماء، منها الخوارج وهذا الاسم المشهور، منها الحرورية، منها الشراه لأنهم يعني يطلقون على أنفسهم أنهم يعني اشتروا، يعني أن الله سبحانه وتعالى اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة لأنهم يقاتلون في سبيل الله كما يظنون، منها اسم المارقة وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين، ومنه كذلك المحكمة لأنهم رفضوا التحكيم وقالوا يعني لا حكم إلا لله، وهناك أيضا اسم لهم يسمى النواصب لمبالغتهم في العداء مع علي رضي الله عنه، وكذلك أيضا أطلق عليهم البعض المكفرة،
وبعد ذلك ما هي صفات هؤلاء الخوارج؟ ذكرت عدة أحاديث يعني مشتهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وسندها صحيح ومعانيها تبلغ يعني حد التواتر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن خروج الخوارج في عدة أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي اختلاف، سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، يعني اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل. وهذا يظهر جدا في سمات الخوارج، وده هنفصله الآن، ولكن تعليق سريع، يعني أن الأدب الخارجي حتى في أبيات الشعر التي تنسب إليهم تجدها في غاية القوة وفي غاية يعني الأقوال البديعة البلاغية. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوا، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، فمن قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا: يا رسول الله، فما سيماهم؟ إيه علامتهم؟ قال: التحليق، لأنهم يعني كانوا يتميزون بتحليق الشعر. هناك حديث آخر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا الذي سنفصل فيه القول أكثر، وهو عن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. الحديث مرة أخرى: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون بقول خير البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. نفصل بقى صفات الخوارج بناء على هذا الحديث. أول شيء يظهر أن من سمات الخوارج صغر السن، وأن غالبهم شباب صغار. للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحداث الأسنان، وهذا يدل على صغر السن، فتجد فيهم الكثرة من الشباب، وغالبهم من الشباب، وإن كان فيهم من الشيوخ، وهذا وارد، يعني يوجد فيهم من الكبار في السن ولكن قليل، والغالبية العظمى لصفة هؤلاء دوما أن يكونوا أحداث الأسنان. الشيء الثاني يظهر من صفتهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: الطيش والسفه والعجلة، وهذا لسبب، وهو أن غالب من يتبنى أفكارهم هم من الشباب الذين يكثر فيهم ويظهر فيهم الخفة والطيش والاستعجال وعدم تقدير الأمور ونحو ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سفهاء الأحلام، سفهاء الأحلام، وسفهاء الأحلام أي الألباب والعقول، عندهم سفه وطيش وخفة. الشيء الثالث هو الغرور والتعالي، تجد عندهم نبرة غرور وتعالي دوما، وهذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيكم قوما يعبدون ويدأبون حتى يعجب بهم الناس، يعبدون ويدأبون، يعني يكثروا من العبادة حتى يعجب بهم الناس، يعني يروا من عبادتهم ومن يعني كثرة الأذكار والصلاة والعبادة والصوم وغير ذلك مما يعجب الناس ويعني يعجبون به وينظرون إليهم نظرة إعجاب وافتخار، وتعجبهم نفوسهم،
وتعجبهم نفوسهم. فيظهر دوما يعني لهجة الغرور والتعالي في الخوارج، وهذا راجع إلى أنهم ينظرون إلى أنهم الراية الوحيدة للحق، وأنهم هم الذين باعوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى، وأنهم هم الوحيدون الذين خرجوا ضد الجور والظلم، وأنهم الوحيدون الذين يجاهدون في سبيل الله عز وجل. مع هذا تكثر عبادتهم، فيظن أنهم يعني أصحاب عبادة وجهاد وترك للدنيا، فتصل الأمر في الآخر إلى إعجاب بالنفس. كذلك أيضا من صفتهم الاجتهاد في العبادة، الاجتهاد في العبادة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء. ولذلك بعض المشايخنا ذكر لنا أنه رأى ذات مرة بعض يعني هؤلاء الناس، فيعني يذكر أنه يصلي مثلا صلاة الضحى ممكن في 4 ساعات، يوم يجيب ركعتين صلاة الضحى في 4 ساعات. فطبعا أنت لما تكون قاعد وترى واحد أمامك بيصلي ركعتين في 4 ساعات، يا سبحان الله، ده ولي من أولياء الله عز وجل الصالحين، وسبحان الله وهو في نفس الوقت يكفر عامة الناس، وفي نفس الوقت يكفر يعني حتى. ولذلك الخوارج لما هنذكر الآن مسألة التكفير وانتشار التكفير عندهم، هم يكفرون بعضهم بعضا. يعني الخوارج أصلا لو في دبان ماشي في المكان هيكفروا الدبان ده. فهذا عجب من يعني مع اجتهادهم في العبادة، ولكنهم ضلوا للأسف في هذا الباب ضلال شديد. كذلك أيضا من علاماتهم سوء الفهم للقرآن، مع كثرة قراءة القرآن عندهم ولكنهم يستدلون به في غير موطنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم. الصفة السادسة أيضا الكلام الحسن المنمق. فقال النبي: يحسنون القيل ويسيئون الفعل، تجد كلامهم معسول وكلامهم طيب وكلامهم أخاذ. الإنسان يسمع أبيات الشعر عندهم أو يعني الكلام الذي يقولونه فيه الحماسة وفي الجد وفي الاجتهاد، تجد يعني القلوب تطير معهم مع هذه الألفاظ ومع هذه الكلمات. ولذلك الأدب الخارجي في الفترة التي يعني ظهر فيها الأدباء الخوارج أدب في غاية الروعة، في معاني الحماس وفي معاني القوة وفي معاني التضحية وفي معاني البذل والجهاد ويعني بيع النفس من أجل الدين، يعني في غاية الروعة. الصفة السابعة التكفير واستباحة الدماء، وهذه من أهم صفات الخوارج. هو بيكفر يعني، وده اللي احنا هنذكره في الآخر اللي هم ولكن في الحقيقة أن هذا التكفير ورد عن مصيبة كبيرة، أن هو بيكفر وبعد ذلك يستبيح الدماء والأموال نتيجة أن هذا إنسان كافر، فماله ودمه حلال، يبقى يستطيع أنه يقتله، يستطيع أنه يسرق ماله، يستطيع أنه يأخذ ماله لأن ماله حلال بالنسبة إليه. ومع ظهور الفرق يعني التكفير والهجرة في الستينات والسبعينات من القرن الماضي ظهر فيهم هذا الفعل فعلا، مسألة أخذ الأموال بغير حق بحجة أنه كافر، يجوز له أنه يأخذ أموال أي أحد ويجمع أموال أي أحد بحجة أنه كفر. ولذلك التكفير عندهم هذا أيضا سنتكلم عنه يعني بعد قليل له صور كثيرة، مش مسألة فقط تكفير صاحب الكبيرة، ولكن له صور متعددة عندهم، ولكن هي سيمة واضحة من صفات هؤلاء يظهر كثرة التكفير وكثرة قول المرتدين وكثرة أن هؤلاء مبدلين وأن هؤلاء يعني كفروا وأن هؤلاء يرتدوا، ويكثر في كلامهم هذا الكلام وهذا الحكم دوم. الشيء الثامن أيضا من صفاتهم أنهم يتخذون دوما شعارا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن بعض هذه الشعارات التي يتخذونها، وهي التحليق، وهي التحليق. يظهر أنهم يعني يحلقون شعورهم تماما، فتكون على لا مش ده بالموس، يعني اللي هو التحليق اللي هو زي تحليق العمرة كده، دي علامة عندهم أنه على طول التحليق.
وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم سماهم التحليق. التحليق وبذلك أخبر النبي قال التحليق للمبالغة. هناك بعض الصفات أخرى استنبطها العلماء من سيراتهم ومن تاريخهم، منها الشجاعة وسرعة الاندفاع. فعلا الخوارج في سيراتهم وفي قتالهم المذكور في يعني الكتب التاريخ تجد عندهم قوة وشجاعة وإقدام غير عادي، ولذلك كانت من أصعب الجبهات دوما على الدول الإسلامية في القتال مع الخوارج. كذلك أيضا فصاحتهم وقوة تأثيرهم، وكانوا يعني دوما يمتازون بعرض مذهبهم بصورة شيقة وصورة أخاذة فتجلب عقول الناس وأفئدة الناس. من صفاتهم أيضا صدقهم في الحديث ونفرتهم الشديدة من الكذب، ولذلك لأنهم يعتبرون الكذب من الجبن، لذلك هم بخلاف الشيعة. الشيعة يستحلون الكذب في نشر مذهبهم، أما الخوارج فلطبيعة القوة والشدة والغلو التي عندهم هم ينفرون من الكذب أشد النفرة، ويعتبرون أن هذه صفة من صفات الجبناء. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى عنهم في ذلك: ليسوا ممن يتعمد الكذب، بل هم معروفون بالصدق، حتى يقال إن حديثهم من أصح الحديث. لو رووا حديث فالحديث عندهم يكون صحيح، لأنهم لا يستحلون الكذب. كذلك أيضا ميلهم إلى الجدل وقوتهم في هذا الجدل. طيب احنا ذكرنا كده كم صفة؟ 12. طب حد بقى يذكرهم لنا كده واحدة واحدة، اللي كل اللي واحد فاكر حاجة يقولها. واحد، أن غالبيتهم من الشباب ومن صغار السن. وإن كان فيهم صغار السن وغالبهم من الشباب، وإن كان فيهم بعض الشيوخ ولكن هذا القليل. 2. الطيش والسفة. الطيش والسفة، فعامة الخوارج يتبنى أفكارهم من الشباب الصغار سفهاء الأحلام. 3. الغرور والتعالي. إن فيكم قوما يعبدون ويدأبون حتى يعجب بهم الناس وتعجبهم أنفسهم أو نفوسهم. الاجتهاد في العبادة. يقرؤون يعني تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، أو ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء. سوء الفهم للقرآن مع كثرة. طب هل الاجتهاد بقى في العبادة هنا معناه إن هو لو الإنسان اجتهد في العبادة بطريقة على المذهب وعلى السنة يكون مخطئ؟ لا، هذا الاجتهاد في العبادة الذي وصل بهم إلى الغلو، يعني هذا اجتهاد بطريقة فيها غلو حتى مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن بعض يعني كبارهم لعله يسمى معاوية بن حدير يذكر عن بعض غلمانه أنه لما سئل عن سيرته قال: والله ما أتيته بطعام في نهار قط، ولا وضعت له فراشا بليل قط. يعني ظل معه سنوات طويلة لم يفطر يوما بالنهار ولم ينم ليلا أبدا. فطبعا هذا مخالف أصلا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما أخبر: وخير الهادي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما جاءه بعض الشباب الذين قال بعضهم يعني لا أتزوج النساء، وقال الآخر أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أقوم الليل ولا أنام، فقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلذلك فترك السنة يكون بالغلو والتشدد أو بالإفراط، يعني إما إفراط يا تفريط. إيه تاني؟ سوء الفهم للقرآن. ولكنهم يستدلون به في غير موضوعه، ولذلك قال النبي: يقرؤون القرآن وإيه وفي رواية أخرى: يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. الصفة السادسة: الكلام الحسن المنمق، يحسنون القيل. السابعة: التكفير واستباحة الدماء، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. 8. أنهم يتخذون دوما شعار. اتخاذ شعار وكالتحليق. 9. الشجاعة والإقدام والقوة. الشجاعة والاندفاع والقوة والحماسة. الفصاحة وقوة التأثير. صدق الحديث والنفرة من الكذب. آخر شيء: ميلهم إلى الجدل وقوتهم فيه.
طيب نذكر بقى بعض الآراء الخوارج الاعتقادية. من أهم مسائل العقيدة التي تختلف بين أهل السنة والجماعة مع الخوارج هو مسألة الحكم على مرتكب الذنوب أو مرتكب الكبائر، وهذا لأنه مبحث يعني طويل شوية، فهنؤخره إلى أن يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في اختلاف أهل السنة عن الخوارج في الحكم على مرتكب الكبائر، ده هنؤخره الآن. ولكن من أهم المسائل يعني التي يتكلم فيها في مسألة عقيدة الخوارج أو الاختلاف ما بين أهل السنة والجماعة، وقبل أن نذكر مسألة الاعتقاد، في مشكلة زي ما احنا ذكرنا في بداية الحديث عن الخوارج، إن غالب الكلام الذي ينقل عن آراء الخوارج الاعتقادية ليس مأخوذا من كتبه، ليس مأخوذا من كتبه إلا ما نقل عن الإباضية، فهذا مأخوذ من بعض كتبهم التي وجدت وهي قليل. ولكن غالب النقولات التي تنقل عن الخوارج في الآراء الاعتقادية منقولة من علماء أهل السنة والجماعة الذين عاصروهم، من كبار علماء أهل السنة والجماعة الذين عاصروهم، فلذلك فهم نقولاتهم ثقة، فلذلك بيؤخذ عنهم. ولكن في الحقيقة الخوارج ليس لهم مذهب عقدي واضح في كثير من المسائل، في غالب المسائل ليس لهم مذهب عقدي واضح تستطيع ان انت تقول والله ده هم زي الأشاعرة في مسائل الأسماء والصفات، او زي مثلا المعتزرة في كذا، او في يعني تجد عندهم اضطراب، وذلك لكثرة تعدد فرق الخوارج. يعني فرق الخوارج متعددة على مدار الزمان، حتى وصل بعضهم ان هو بيكفر بعض، بعض فرق الخوارج تكفر الفرق الأخرى من الخوارج ايضا، فلذلك آراءهم الاعتقادية مختلفة، ولذلك ده هيتفرع عنه فرع هام لما هنيجي نتكلم في آخر المبحث عن الحكم على الخوارج بالكفر ولا بعدم الكفر. لن نستطيع ان احنا نحكم بحكم واضح على كل فرق الخوارج ان هم كفر، ولن نستطيع ايضا ان احنا نحكم بحكم واضح على كل فرق الخوارج انهم ليسوا بكفر، فده هنفصل فيه القول في الآخر. طيب آراء الخوارج الاعتقادية، اول شيء موقف الخوارج في مسألة العقل والشرع في التحسين والتأويل. العلماء علماء أهل السنة والجماعة اختلفوا في ذكر هذه المسألة بالنسبة للخوارج ما بين قولين. القول الأول بيتجه إلى أن الخوارج يرون قدرة العقل على إدراك المعرفة، وأنه مستقل بالتحسين والتقبيح، يبقى كده دول زي مين؟ زي المعتزلة. ولذلك بعض الناس كالخوارج كابن الجوزي رحمه الله تعالى اعتبر الخوارج أول من نادى بتحسين العقل، أول من نادى بتحسين العقل، وقال أن المعتزلة اتبعوهم بعد ذلك. ده المذهب الأول، يرون أن الخوارج يعتقدون أن العقل قادر على التحسين والتقبيح باستقلال عن الشرع. الأصل عند أهل السنة والجماعة يا جماعة أن التحسين والتقبيح يكون بالإيه؟ بالشرع، بالأدلة الشرعية. العقل لوحده مش قادر على التحسين والتقبيح، ولكن إيه اللي يحسن الفعل أو إيه اللي يجعله قبيح ومنكر؟ هو الشرع. فإن وافق العقل الشرع فبها ونعم، وإن خالف العقل الشرع فنرجع إلى الشرع، ولا يكون العقل مستقلا بالتعريف والتقبيح. ده الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني ذهب إلى أن الخوارج يرون النقيض تماما من القول الأول، وأن العقل ليس له أي ميزة في الحكم على الأفعال. يبقى الأول يرى أن العقل له قدرة على التحسين والتقبيح، الثاني لا، ده العكس تماما، العقل ليس له أي ميزة. وإن كان القول الأول من نقلوه من علماء أهل السنة والجماعة أكثر. الشيء الثاني في آرائهم الاعتقادية موقفهم من النص والتأويل، موقفهم من النص والتأويل أيضا نفس الكلام في المسألة الأولى. علماء أهل السنة والجماعة اختلفوا في تحديد عقيدة الخوارج في ذلك. بعضهم قال
أن الخوارج نصيون. يعني إيه نصيون؟ يعني بيقفون مع ظواهر الآيات والأدلة الشرعية ولا يحاولون أن يصلوا إلى معناها المراد. وهناك بهذه الطريقة هم أشبه إلى يعني مذهب الظاهرية. الفريق الثاني من العلماء ذهب إلى العكس تماما فقال لا، ده الخوارج يؤولون النصوص تأويلا يوافق هواهم، يؤولون النصوص تأويلا يوافق هواهم. ابن حجر رحمه الله تعالى قال أنهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه، ولعل هذا الأولى والأصح، أنهم يتأولون القرآن ولكن على غير المراد منه تمام. وهذه سيمة واضحة وظاهرة فيهم على مر العصور، أنه بيستدل بالقرآن ولكن بيستدل على ما يوافق معتقده بدون بحث عن معنى الآية الحقيقي وبدون جمع ما بين الأدلة بعضها مع البعض. ولذلك لما أرسل علي ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين لمناظرة الخوارج فقال سيماهم سيما المنافقين، شكلهم شكل المنافقين. ليه؟ لأثر السجود الذي في جبهتهم وفي يعني أشكالهم وعليهم وهم يتأولون القرآن. يعني شكلهم شكل المنافق، لما ترى يعني ممكن من الخشوع ومن علامات الإيمان والدين ولكن في الحقيقة هو ليس يعني بمؤمن وظاهره مختلف عن باطنه، وهم يتأولون القرآن. ابن عباس الذي ذكر ذلك عنهم أنهم يتأولون الآيات بفهم يوافق لما أرادوا ولما فهموا. ولعل هذا الأرجح والأقوى في موقفهم من التأويل في النصوص. ولذلك صحح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى حديث في تعليقه على ابن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يتشابه من، قال الخوارج، قال هم الخوارج. هذا الحديث صححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تفسير ابن كثير على تعليقه في آية فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يأتي على الآيات التي هي من المتشابه ولها يعني تفسير وتوضيح وتأويل بالجمع مع آيات وأحاديث أخرى ويأخذ بالتأويل الذي وافق هواه ومذهبه. وهذا يظهر جدا في استدلالهم بالآيات على التكفير، واضح جدا في ذلك. نعم، الحديث ده عن النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ أحمد شاكر صححه، قال هم الخوارج. وبسبب للأسف هذه التأويلات الباطلة وصلوا إلى يعني التقتيل في المسلمين بصورة شنيعة. ولذلك وصل بهم الأمر مثلا في هذا التأويل أنهم تأولوا آيات الله سبحانه وتعالى في قول الله عز وجل إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فلما قتلوا المسلمين في بعض المواقع قتلوا الرجال وأخذوا الأموال وبقروا البطون وغلغوا الأطفال في المراجل، مسكوا الأطفال الصغار الرضع وغلوهم في المراجل القدور. ليه؟ تأويلا لقول الله سبحانه وتعالى إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، يبقى الطفل ده كافر وفاجر وهيخرج كافر وفاجر زي أبوه وأمه، يبقى نقتله هو كمان. شوف وصل بهم التأويل إلى إيه. فلذلك فعلا في حقيقة الأمر عندهم يعني غلو شديد في يعني تأويل الآيات لما يوافق معتقدهم وما يوافق هواهم. الشيء الثالث في آرائهم الاعتقادية مسألة الأسماء والصفات. مسألة الأسماء والصفات لا يوجد أيضا مذهب واضح عندهم، ولكن أقرب الفرق لهم اللي هي الإباضية يعتمدون مذهب التحريف والتأويل يعني رفضهم على ما يقولون مبدأ التشبيه، أنهم لو أثبتوا صفات الله عز وجل فقد وقعوا في التشبيه، فهم يعني ينحون المنحة الأقرب للأشاعرة في هذا الباب فيؤولون ويحرفون الأسماء والصفات ولا يرون إثباتها، لا يرون إثباتها، فهم جمعوا فيها ما بين الأشاعرة والمعتزلة في هذا الباب. المسألة الأخرى أيضا في مسائل اعتقادهم رؤية الله عز وجل
النووي رحمه الله تعالى ذكر عنهم فقال: زعمت طائفة من أهل البدع، وهم المعتزلة والخوارج، زعمت طائفة من أهل البدع وهم المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة أن الله تعالى لا يراه أحد، وأن رؤيته مستحيلة عقلا. النووي رحمه الله تعالى ذكر ذلك عنهم وعن المعتزلة وعن بعض المرجئة، يبقى هو بيثبت عقيدة الخوارج في ذلك، أنهم يثبتون عدم رؤية الله عز وجل، وهذا خلاف ما أقره أهل السنة والجماعة من إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. والإباضية إلى يومنا هذا على نفس القول، واستدلوا به الآيات والحديث اللي احنا ذكرناها قبل ذلك والتأويلات، قال لن تراني، وقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار، وأولها التأويلات التي رددنا عليها قبل ذلك في موطنها. مسألة خلق القرآن أيضا هم يقولون بخلق القرآن، والإباضية على هذا أنهم يقولون بخلق القرآن. المسألة أيضا بقى الهامة في مسائل الاختلاف مع العقيدة بين الخوارج وأهل السنة والجماعة، مسألة الإمامة، فهم يرون أن الإمام هو المثل الأعلى، وأنه ينبغي أن يكون منزه في أفعاله، ولذلك إذا ما ظهر منه خطأ أو ذنب فينبغي الخروج عليه إن لم يتب من هذا الذنب. ولذلك يقولون يجب على الإمام إذا ما أذنب أن ينعدل أو ينعزل، يعني إما إن هو تنعدل سيرته ويترك هذا الذنب، وإما إن ينعزل وإن وصل الأمر إلى قتله. ولذلك هم لا يرون إمامة الجائر، الإمام الجائر الظالم لا يرون إمامة الجائر، وهذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم في يعني جواز أن يظل المسلمون تحت إمامة الظالم أو الجائر. ولذلك أوجبوا الخروج، أوجبوا إيجاب الخروج على الإمام الجائر أو الظالم، واعتبروا أن ذلك من أسمى معاني القتال، وأن قتال الإمام الجائر من أعلى معاني الجهاد، وأن من قتل في هذا الخروج على الإمام فهو شهيد. ولذلك الإباضية في سيرتهم عبر التاريخ كان يعني كثرة الخروج على الإمام عندهم، كلما يعني كل خطوة عند الإمام محسوبة، وكل قول معلوم، حتى إذا ما أذنب الذنب راحوا فانتقدوا وثاروا عليه وخرجوا عليه. وطبعا هذا المذهب للأسف فيه خسائر فادحة للإسلام والمسلمين. كل من من البشر لا يذنب، من علم من البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم معصوم لا يذنب ولا يخطئ. فلو كل إنسان أو كل إمام أو كل سلطان يقيم الشريعة ويحاول أن هو ينشر الدين، إذا ما فعل ذنب أو جار أو ظلم في بعض الأشياء يعني تم الخروج عليه، لما استقر الأمن ولما استقر الأمر في بلاد المسلمين أبدا. ولذلك الواجب في هذه الحالة أن ينصح وأن يؤمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، ولكن لا يصل الأمر إلى الخروج مباشرة إذا ما أذنب أو أخطأ، ولكن ينصح ويؤمر بالمعروف ويعرف الحق في ذلك، ولا يسكت على خطئه ولا يسكت على باطله وظلمه، ولكن ليس بالخروج بالسيف. ولذلك هذه الخسائر الفادحة من هذا الخروج يؤدي إلى القتل وخسائر الأموال، وإلى الحقد في القلوب، وإلى عدم استقرار الأمن والأمان، وإلى انتشار للأسف السرقة والقتل والأخلاق السيئة والحقد والضغائن في القلوب. وهذه الدماء للأسف على مر العصور الإسلامية غالبها من هذا المبدأ للأسف الفاسد، الذي أفسد كثير من الدول الإسلامية وأشغل الأمة الإسلامية بعضها ببعض. في كثير من المراحل تجد القتال بين الأبناء بعضهم وبعض، أو الإخوة بعضهم وبعض، قتالا على ملك أو قتالا على مبدأ هذا الخوارج ودعاء إلى معتقداتهم الباطلة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر فقال: من رأى شيئا من أميره يكرهه، من رأى شيئا من أميره يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا ويموت إلا مات ميتة الجاهلية. وهذا الكلام يقال على جماعة المسلمين، على الإمام الحق الذي يعني يكون فيها إقامة الشريعة وإقامة الدين ونحو ذلك.
وهذه الطاعة التي أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم للأمراء ليس على إطلاقها، ولكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا ما أمر بالمعروف أطيه، وإذا ما أمر بالمعصية فلا يطاع وينكر عليه هذه المعصية. ولذلك الأصل الذي عليه يعني أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على الحكام والأمراء إذا ما أقاموا شريعة الله عز وجل، إذا ما التزموا بإقامة شريعة الله سبحانه وتعالى وإقامة الدين والدعاء إلى شعائره، وإن كان بهم بعض الظلم وإن كان بهم بعض الجو فلا يجوز الخروج عليه إلا أن يظهر منهم الكفر البواح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله عز وجل سلطان، دليل على الكفر البواح الظاهر من تبديل دين الله عز وجل والأمر بالكفر أو الأمر بترك الشعائر أو الأمر بترك الصلاة أو غير ذلك من الأمور التي هي شعائر ظاهرة في الإسلام، ففي هذه الحالة يجوز الخروج عليه، ويتحول الأمر أحيانا إلى الوجوب في الخروج عليه، ولكن يقاس هذا الأمر حينئذ بالمصالح والمفاسد. يبقى في هذه الحالة قد يوجب أو يوجب العلماء الخروج على الإمام الذي قد كفر أو بدل دين الله سبحانه وتعالى وأبطل الشريعة وأوقف شعائر الإسلام، ولكن يترتب الأمر بعد ذلك على المصالح والمفاسد في نظر العلماء، هل تستطيع يعني أو يستطيع المسلمون في هذا الزمان الخروج على هذا الإمام الكافر أو هذا الإمام الذي اعتدى على دين الله عز وجل وعلى سلطانه، لأما أن في ذلك ستكون مفسدة أكبر لن يستطيع المسلمون أن يحلوها أو أن يصلوا إلى المصلحة المراد. والحقيقة أن مسألة غلو الخوارج في مسألة الخروج على الحكام هذا يرجع إلى أصل عندهم هو الغلو في تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي فريضة ونحن مأمورون بها، وقد أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم على كل إنسان بقدر طاعته، من رأى منكم منكرا فليغيره، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم واجب، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن الذي يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، فتغيير المنكر هذا واجب، إن استطعنا باليد فكان بها، إن لم نستطع فباللسان، إن لم نستطع فبالقلب، أن ننكر هذا المنكر بقلوبنا وألا نشهد هذا المنكر. ولذلك من الفرق بين يعني أهل السنة والجماعة والخوارج في ذلك عندهم النظر في المصالح والمفاسد المترتبة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعندهم ليس هناك نظر في هذا الأمر، أنت رأيت منكر يبقى ينبغي أن أنت تغيره بيدك، فهذا الغلو يؤدي إلى مفاسد، وأدى إلى الغلو إلى أنك إذا ما رأيت منكر من الحاكم أنت تغيره بالسيف، فهذا يؤدي إلى مفاسد أعظم وأعظم ولا يستقر الأمر أبدا، فهذا يرجع إلى غلوهم الشديد في تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة في الحقيقة دوما وسط، لا هي إفراط ولا تفريط، لا هي إفراط في تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما فعل الخوارج، ولا هي تفريط في القول بأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر ده تخلف وأن هذا يعني يترك وأن هذا ليس وكل واحد حر ولا عايز أي حاجة يعملها، لا هذا أيضا ليس من وسطية أهل السنة والجماعة. يبقى أين نذهب بقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا من رأى منكم منكرا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والآيات والأحاديث الكثيرة الدالة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة وبالموعظة الحسنة وبالنظر إلى المفاسد والمصالح والنظر في مآلات الأمور وعواقب الأمور، فلذلك فهذا الوسط وليس الأمر لا بالغلو والتشدد وليس الأمر أيضا بتفريط وإنكار لفريضة أساسية تصلح المجتمعات وتقيم الحق في المجتمعات الإسلامية. الخوارج المعاصرون أشهرهم الإباضية، أشهرهم الإباضية في المغرب وعمان، وكذلك أيضا منهم التكفير والهجرة، جماعة التكفير والهجرة التي ظهرت في الستينات تقريبا، وأظهر شيء في عقيدة هؤلاء التكفير والهجرة هو انتشار التكفير عندهم والغلو في التكفير، ويكفرون كل من ارتكب الكبيرة إن لم يتب منها وأصر عليه يكون عندهم كافر، وكذلك يكفرون الحكام الذين لا يقيمون شرع الله عز وجل بإطلاق، أي حاكم لا يقيم شرع الله عز وجل فهو كافر، وهذا في نظر احنا هنتكلم فيه إن شاء الله في مبحث آخر
في من الذي يطلق عليه الكفر الأكبر، وقد يكون كفر دون كفر وغير ذلك من الأشياء التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة. وكذلك بناء على تكفيرهم الحكام، فهم كفروا الرعية، كفروا يعني المحكومين، لأنهم رضوا بهذا الكفر من حكامه، وبناء عليه كفروا كل الأجهزة المعاونة مع هؤلاء الحكام من الجيش والشرطة وكل الأجهزة الإدارية والموظفين في الدولة، وأن أموال الدولة حرام، وصلوا إلى الغلو بهذه الطريقة. ليه؟ لأن الأصل كافر، يبقى كل ما يتفرع عنه ويتعاون معه ويرضى بكفره فهو كافر. مصور التكفير لا تنتهي. وكل من عرضوا عليه فكرهم فلم يقبله فهو كافر. أي حد يسمع عن فكرهم ويعرضوا عن يعرضوا عليه هذا الفكر ولا يقبله فهو كافر، لأنه لا يبايع جماعة المسلمين ولا يقتدي به. والتكفير والهجرة في العصر الحالي عندهم فعلا يعني شبه شديد بالخوارج، وهم وصلوا فعلا لبعض الطعن في الصحابة كما فعل الخوارج الأوائل، واتهام لبعض الصحابة رحمه الله. ولذلك كانوا يقولون أن التكفير والهجرة يقولون ذلك بأن الصحابة قد اختلفوا، فهم مع يعني أنهم أتقياء، ولكن لا يجب علينا اتباعهم لأنهم اختلفوا، ومن اختلف أو من اختلف بعضهم مع بعض لا يجب علينا اتباع آرائهم ونخالفهم. فلذلك طعنوا في الصحابة طعن قريب وليس درجة التكفير التي فعلها الخوارج الأوائل مع الصحابة. ويعني بناء على كل بقى ما ذكرنا، ما الحكم في الخوارج؟ هل يكفرون أم لا يكفرون؟ بعض العلماء ذهب إلى تكفيرهم، وذلك استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين مروق السهم، أو كما يمرق السهم. وقال النبي في بعض الروايات: يخرج في هذه الأمة. فبعض العلماء قال استدل، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من هذه الأمة، فهذا دل على أن هذه الفرقة ليست من هذه الأمة، فهي تخرج وتظهر في الأمة ولكنها ليست منها، فهي خارج هذه الأمة الإسلامية. وممن ذكر تكفيرهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقرنهم بالملحدين، وكذلك أيضا القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى كفرهم، والإسفرايني في عقيدته. ووصل الأمر إن الخوارج زي ما احنا قلنا بيكفروا بعضهم بعضا، كل طائفة بتكفر الثانية في الغالب. الرأي الثاني هو القول بعدم التكفير، ولكن بتفسيق هؤلاء. وبهذا يقول ابن حجر رحمه الله تعالى، فيقول: ذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق، وأن حكم الإسلام يجري عليهم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق، وأن الإسلام أو حكم الإسلام يجري عليهم. وذهب إلى هذا القول الخطابي وابن بطال رحمه الله تعالى، وهذا أيضا هو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لذلك لما سئل: هل هم من الكفار؟ قال: من الكفر فروا. فقال: هل هم، فقيل: هل هم من المنافقون؟ طب هم من المنافقين، هل هم من المنافقين؟ فقال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. فقيل له: فما هم؟ قال: قوما أو قوم بغوا علينا فقتلناه، قوم بغوا علينا فقتلناه. ولذلك لم يكفرهم علي رضي الله عنه. ومن ذهب أيضا إلى عدم تكفيرهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، واستدل على ذلك، على قوله بذلك، يعني أن علي رضي الله عنه لما قتل الخوارج لم يسبي منهم النساء ولم يغنم منهم الأموال، فاستدل على أن علي كان يقاتلهم قتال البغاة، والباغي إذا ما قتل فلا تسبى نساؤه ولا يؤسر، ولا يصبح يعني في رقيق أو عبيد أو نحو ذلك. وكذلك أيضا لا تؤخذ الأموال منهم، لا تغنم أموالهم. ولذلك الشيخ الإسلام تيمية مع قوله ذلك، ولكن هو يعتبرهم أنهم من شرار الخلق،
استدلالا بالأحاديث التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحق أن يعني الحكم على الخوارج جميعا بحكم واحد بالتكفير أو عدم التكفير يصعب، لأن الخوارج فرق متعددة وآراء مختلفة، ويظهر أنهم ما يتأولوا النصوص إلا طلبا لي يعني الحق الذي ظنوا، ولكن هم أخطأوا طبعا في الوصول لهذا الحق. ولذلك فرق الخوارج كثيرة، منها ما يكفر ومنها ما يفسق ومنهم ما هو دون ذلك، ولذلك يصعب الحكم على كل فرق الخوارج بحكم واحد، لأنهم ليسوا على رأي واحد أصلا، لأنهم ليسوا على رأي واحد. وهذا يعني آخر ما تيسر معنا في هذا المبحث عن الخوارج، وإن شاء الله يعني ربنا ييسر الخير إن شاء الله، لعل في المرة القادمة نفصل بعض القول فيه يعني موقف الرافضة، يعني استدلالا بقول المصنف وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. وهذا آخر ما معنا اليوم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد باء بأحد يحمل على أي وجه ان هم بيكفروا الله، يعني بيقول يوسف لا انت كافر هو مش كافر. يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت يعني على الصوره دي، بس برضه حديث النبي صلى الله عليه وسلم المقصود به فقد باع بها احدهم ليس بالتكفير، ليس بالتكفير المطلق، مش بخروجه من الايمان، يعني قد باع بها احدهم لها عده معاني، ممكن هو يصل في الاخر الى الكفر، قد باع بها احدهم قد يؤدي هذه المقاله به الى ان هو اللي يصل الى الكفر، أو إن هو يقع عليه إثم الكفر، أو قد باء بهم أحدهما يعني يقع عليها إثم التكفير وليس الكفر نفسه. بعض العلماء قال قد باء بها أحدهما يعني يقع عليه إثم التكفير، إثم أن يكفر أخاه وليس أن يقع عليه إن هو يكون كافر، لأن هو من قال أخي كافر مش هيقع عليه هو تكفير العين، يطلق عليه أحكام التكفير، مش هيقع عليه إن هو مش هيطلق عليه إن هو كافر، واحد قال للتاني كافر وهو ليس بكافر، فده ما يخليناش إن إحنا نطلق على الذي قال أنه كافر أنه كافر كفر عين، لا. لذلك بعض العلماء قال قد يقع معناه الحديث أنه قد يقع عليه إثم التكفير، أو معنى آخر أنه قد يؤدي بهذا القائل لهذه الكلمة أنه يصل إلى الكفر والعياذ بالله نتيجة استهانته وتجرؤه على الله سبحانه وتعالى وتأليه على الله سبحانه وتعالى.